سعد اقول له، هقول له ايه؟ هو مش محتاج يتقال له حاجه بصراحه، بس طبعا اتمنى اول حاجه ان هو ربنا يكرمه ويرجع احسن من الاول باذن الله. وخلاص هانت، بقول له هانت ان شاء الله هترجع وتكسر الدنيا وهتبقى احسن من الاول بكتير ان شاء الله. ده اللي احنا عارفينه عن سعد يعني من زمان، هو دايما بيبقى قد الموقف اللي هو فيه، وان شاء الله ربنا يكرمه، وانا متاكد ان هو يرجع احسن من الاول ان شاء الله ومستوى افضل كمان من قبل كده. زائد ان بقول له كفايه بقى، يعني كفايه بقى عشان ربنا يكرمك كده، كفايه مقالب وكفايه منورات في الناس، يعني الموضوع بيبقى صعب قوي، وسعد دماغه ذريه في الحاجات دي بصراحه، فاتمنى الدور ما يجيش عليا. سعد انا بشوف فيه شخصيه كبيره جدا رزين، وبشوفه قد المسؤوليه دايما، عشان كده بقول لك ان انا متاكد ان هو ان شاء الله كمستوى هيرجع احسن من الاول، لان هو دايما بيبقى بيوزن الموقف اللي هو فيه بطريقه كويسه. حاجه من الحاجات اللي بشوفها في سعد دايما ان هو دايما بيوجه نصايح للناس، خصوصا حتى لو هو مش جوه الموقف، لكن بشوف فيه ان هو دايما واقف جنب الناس، دايما لو عنده نصيحه بيقولها ما بيتكسفش، ودي حاجه كويسه جدا بتقول ان سعد هيبقى من الناس، هو اوريدي موجود ومن الناس دول، بس بتقول ان هو سعد هيروح في حتة تانية في النادي الاهلي، هيبقى من الشخصيات اللي هي زي ما بنقول هرم في مكان. هو انا متأكد ان سعد هيبقى كده الفترة الجاية، اتمنى له كل التوفيق ان شاء الله في مرحلته الجاية، سواء كانت في الفينش بتاع العلاج وفي بدايته ان شاء الله وهو بيبدأ بعد الإصابة. كل التوفيق لي. سعد من الشخصيات محترمة جدا، وأنا على المستوى الشخصي بحبه جدا. إسلام وكابتن سعد أخويا طبعا. سعد طبعا أنا من الشخصيات الجميلة اللي قابلتها وعرفتها هنا في النادي، استقبلني طبعا كويس، سعد عسل، شخصية لذيذة. طبعا بتمنى له العودة للملعب بسرعة بإذن الله، ويكون إضافة لينا. طبعا أنا الإضافة دي جيت عليه، بس طبعا سعد من انظف الشخصيات اللي قابلتها، بتمنى له يا رب يرجع لنا كده بسرعه ويبقى معانا، لان سعد من العناصر الكويسه والشخصيات الجدعه. يعني نشوف سعد في الماتشات المهمه بيقعد معاك انت، هو كابتن حسام عاشور، كابتن وليد سليم، بيقعد مع اللعيبه كلها بيكلمهم في الاوقات الصعبه بالذات، بتشوف ده ازاي؟ لا طبعا هو كباتن الفرقه كلهم هنا في الحته دي موجوده قبل الماتشات، والله السهل قبل الصعب في كل الماتشات. طبعا كل ماتش بماتش بنتكلم مع بعض، بندي الماتش اهميته طبعا. فلا طبعا سعد من الاضافات الجامده هنا بصراحه، من كباتن الفرقه الكويسه، بيتكلم مع اللعيبه كلها، باللعيب لعيب يعني، بيروح لده انا شايف فيك كذا كذا، انت النهارده كنت كذا في التمرين كمان، بس مش في الماتشات بس. فسعد طبعا شخصيه نظيفه، شخصيه محترمه، بتمنى له يا رب يرجع كده بسرعه ويبقى احسن من الاول ان شاء الله.